خير الوجد والأشجار تجلى عطره ألوان ونور الله يجمعنا ويحلو الوعد بالقرآن جميل الوعد للموعود علينا بالعطاء يعود وفيض الخالق المعبود شفاء الروح والأبدان عظيم الذكر بالتنزيل يزيل الجهل والتضليل له الأرواح بالتبجيل ومنه سعادة الإنسان ومنه سعادة الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويتجدد اللقاء بكم مع برنامج وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. وقفتنا الآن مع الصبر. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة. مرة يمدح الله الصابرين ومرة يبين أجر الصابرين. يجب أن يوطن المسلم نفسه على احتمال المكاره ومواجهة الأعباء بثبات دون ضجر. يقول الشاعر العربي عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا فلما دهتنا لم تزدنا بها علما. فالصبر يعتمد على حقيقتين، الأولى تتعلق بطبيعة الحياة، فإن الله تعالى لم يجعل الدنيا دار قرار إنما جعلها دار بلاء وامتحان. لذلك قال سليمان عليه السلام الذي رزقه الله التمكين الدائم في الدنيا، قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأما الحقيقة الثانية فتتعلق بطبيعة الإيمان، لابد أن يختبر إيمان المسلم مصداقا لقول الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. على هاتين الحقيقتين يقوم الصبر أيها الأحباب، ولذلك يعتبر الصبر من معالم العظمة في الإنسان. والله سبحانه وتعالى زكى نبيه أيوب عليه السلام فأصبح علما على الصبر، يقول تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. جاء في السنة المطهرة ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ويحمد لأهل البلوى رباطة جأشهم وصدق يقينهم في الله تعالى. ولذلك كان جزاؤهم وافيا لقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى شكر النعمة والصبر على البلاء، إنه سميع مجيب. طبتم وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبير الوجد والأشجار تجلى عطره ألوان ونور الله يجمعنا ويحلو الوعد بالقرآن جميل الوعد للموعود علينا بالعطاء يعود وفيض الخالق المعبود شفاء الروح
والأبدان عظيم الذكر بالتنزيل يزيل الجهل والتضليل له الأرواح بالتبجيل ومنه سعادة الإنسان ومنه سعادة الإنسان.